أشاد باحثون وخبراء بما حواه الكتاب الأبيض من معلومات تكشف عن أن الصين عملت على تحقيق الرفاهية للفقراء من خلال القضاء التام على الفقر المدقع الذي يعد علامة فارقة في تاريخ البشرية. هذا الكتاب الأبيض يرصد حقائق هذه الرحلة وتفاصيلها، يرصد كيف كانت الصين تضع المشاريع المهمة في صدر أولوياتها، كيف كان الاهتمام بشكل واضح بكيفية عمل بنية أساسية في هذه المقاطعات، كيف كان الاهتمام بشكل واضح مصبا على كيفية رفع مستوى معيشة المواطن والقضاء بشكل كبير على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في هذه المناطق. لم تكتف الصين بالقضاء على الفقر المدقع على أرضها فحسب، لكن ووفقا للكتاب الأبيض فإنها مستعدة لتبادل خبرتها مع الدول النامية في مجال تخفيف الفقر. هذه التجربة الرائدة من الممكن جدا الاستفادة منها في كافة دول العالم التي تعاني من وجود أعداد كبيرة من الفقراء بها، والصين لديها رغبة حقيقية وشراكة قوية لمواجهة هذه الأزمة في دول العالم المختلفة ونقل التجربة بمساعدات حقيقية، سواء مساعدات لوجستية أو مساعدات اقتصادية من قبل الصين إلى هذه الدول. الحكومة الصينية قامت بإيلاء الجهد الكبير للدول الأفريقية والدول النامية من خلال تحديث البنى التحتية وإنشاء شبكة متطورة من السكك الحديدية والمواصلات والبنى التحتية وشبكة قطارات حديثة وتحديث الموانئ، يعني وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء الدول الأفريقية النامية. الكتاب الأبيض ذكر جهود الحزب الشيوعي الصيني في توحيد الشعب وقاده في المعركة ضد الفقر بإرادة راسخة على مدى القرن الماضي. الحزب الشيوعي الصيني قام بالعديد من الجهود للتخلص من حدة الفقر على سبيل المثال، يعني عن طريق الوحدات القاعدية للحزب الشيوعي الحاكم، قام بتحديث البنى التحتية وإنشاء شبكة متطورة من الطرق والمواصلات فضلا عن المطارات الداخلية، وقام بإنشاء العديد من يعني المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة والمختلفة. انتصار الصين في معركتها للقضاء على الفقر المدقع في البلاد حدث اعتبره الخبراء والباحثون بمثابة مساهمة مهمة في قضية التخفيف من حدة الفقر في العالم ونموذجا تحتدي به الدول النامية. مستجاب عبد الله، سجدين العربية، القاهرة.